حديث عن مدربينا في الأردن والخارج. وأكيد بشرفني بداية أنا أرحب بضيوفي، معنا مدرب الحراس كابتن رشيد النجار، أهلا وسهلا فيك نورتنا، وأيضا الكابتن محمد البرغوثي طبعا مساعد مدرب ومحلل أداء، أيضا أهلا وسهلا فيك نورتنا. أهلا وسهلا فيكم. يعني أول إشي الحمد لله على السلامة وفي روحة ولا لا؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. كيف الدوري السعودي كابتن؟ الدوري السعودي بصراحة دوري كثير جميل، دوري رائع، بتضمن يعني عدد لاعبين محترفين بصراحة، يعني عدد كبير، فهذا الإشي اللي بيعمل على تقوية الدوري السعودي، فبصراحة إنه دوري ممتع والحمد لله رب العالمين. كانت تجربة جيدة جدا إلنا، ان شاء الله باذن الله قريبا ان شاء الله راجعين على الدوري السعودي. احنا بنحكي طبعا من بعد خبره طويله مع نادي الوحدات ايضا، والتدريب الاسيوي يعني معك شهاده التدريب الاسيوي، فوضعنا منيح بالسعوديه الحمد لله رب العالمين. انا مدرب الحمد لله، حاصل على جميع الشهادات التدريبيه الحمد لله، واعلى شهادات تدريبيه لحراس المرمى، وانا الحمد لله حاصل على شهاده المحاضر الاسيوي كمان. يعطيك الف عافيه كابتن محمد، يعطيك الف عافيه. وتحليل الاداء مش شيء سهل بصراحه، وبده أعصاب وبده دقة وبده كتير تفاصيل وبده وقت طويل وبده يعني. وقت أول إشي خبرنا كيف مدربينا بالسعودية تحديدا؟ والله كلهم يعني المدربين المحليين الأردنيين اللي بيشتغلوا بالسعودية كلهم ما شاء الله عليهم، كلهم عم بيعملوا أرقام، عم بيعملوا إنجازات، فخورين باللي بيقدموه في السعودية. الدوري السعودي صار يتجه إلى السوق الأردني، صحيح، كلاعبين كمدربين محللين أداء، لأنه صراحة كل حدا بروح هناك عم بثبت جدارته، في كفاءات عالية. إن الاتحاد الأردني لكرة القدم لما يقدم دورات بيقدم دورات بالمعنى الحقيقي، الكل عم بيستفيد منها، بيقدر يطبقها على أرض الواقع. صحيح صحيح 100%. بما أنه حكينا عن الدورات والمحاضرات والبرو والأي والبي، يعني كل التفاصيل أنا بصراحة مش عارف التسميات صحيحة، كتير في أعداد مدربين؟ في أعداد كبيرة بصراحة، وأنا كنت كثير مبسوط، وأنا أتمنى يعني إن شاء الله بإذن الله منتخبنا الوطني يقدر بإذن الله نشارك في كأس العالم عشان نكبر بعين العالم كله إن شاء الله. يعني إحنا دائما نفتخر سوق الأردن المدرب، السوق السعودي للمدربين الأردنيين بصراحة يعني عالي جدا، لأنهم عاملين بصمة عمل كثير رائعة، وتقريبا في ما يقارب من 5 لـ 6 مدربين في أندية مختلفة بالسعودية، وهذا إشي بصراحة فخر لنا كبير الحمد لله رب بس العالمين. حضرتك استقطبت هيك كم من لاعب من الأردن، منهم عبد الله فاخوري بصراحة. إحنا يعني بصراحة كانت العين يعني على لاعبين معينين، وإن شاء الله بإذن الله القادم راح يكون كمان إن شاء الله للاعبين كمان برضو معينين، وأتمنى إنه السوق السعودي يفتح اللاعب الأردني، لأنه بصراحة يعني قاعد بخوض بتجربة كبيرة جدا مع محترفين، وهذا الإشي راح ينعكس على منتخبنا الوطني إن شاء الله لما يكون لاعبنا محترف في دوري أجنبي أو في دوري مثلا سعودي مع لاعبين أجانب على سوية عالية. هذا الإشي إن شاء الله بنعكس على أداء منتخبنا الوطني زي ما شفنا إحنا موسى التعمل، وأغلب لاعبينا يعني محترفين، يزن العرب وعلي علوان، صحيح، ويزن النعمات، فإن شاء الله بإذن الله بنوصل لمرحلة إن شاء الله أنه لاعبين المنتخب الوطني يكونوا إن شاء الله محترفين بالخارج عشان نشوف منتخب قوي بإذن الله بإذن الله تعالى. الفئات العمرية أكيد كتير مهمة كابتن محمد، وكان في لك أكيد تجارب مع الفئات العمرية، المستقبل منيح مبشر، في ناس حتحمل، في ناس قادرة إنها تكون بعالم الاحتراف، خبرنا أكثر. والله الفئات العمرية يعني في تطور كبير، صار في اهتمام زيادة فيها في الأندية في الاتحادات، مش بس بكرة القدم، في كل الرياضات، بس إحنا في مجال كرة القدم، كرة القدم عم بتطلع ناشئين، عم بتطلع لاعبين فئات عمرية قاعدين يقدموا، بنشوف بطولة الدرع قاعدين نشوف أسماء جديدة، أسماء واعدة، أسماء بلشت تبرز على الساحة المحلية. طبعا بهمة المدربين المحليين اللي كلهم أكفاء عم ببذلوا جهد كثير كبير مع الفئات العمرية من سن 13 من سن 15، كله عم بتطور وقاعدين بلشوا يقدموا وبلشوا يحصدوا نتاج التعب هذا زي ما بنشوف في بطولة الدرع حاليا. أنا سألتك هذا السؤال عشان نحكي على الفئات العمرية وتجربتك بالسعودية، هل شفت كمان الفئات العمرية عليها الاهتمام الكبير ولا الاعتماد بالمعظم على المحترفين؟ والله بصراحة في السعودية الفئات العمرية مش مهتمين فيها بشكل كبير، يعني السعودية بتختلف نوعا ما عن قطر شوي، السعودية عم بيعتمدوا أكثر على اللاعب الجاهز، والدليل إنه دوري زي دوري الدرجة الأولى 7 لاعبين أجانب، بالتالي ما ضل مجال إنه يعني يستفيدوا من المواهب بالفئات العمرية. يعني الدوري الممتاز دوري المحترفين السعودي صار تقريبا كله 9 إلى 10 لاعبين محترفين، طب امتى انا بدي استغل المواهب اللي موجوده عندي بالفئات العمريه؟ فهم اكثر بيعتمدوا على
شكل الدوري، على قوة الدوري، باستقطاب أسماء كبيرة، أسماء أجنبية عشان يقوي المنافسة في هذا الدوري. 100%. كابتن رشيد، احنا هلا طبعا في فيديوهات حنعرضها واحنا بنحكي معكم، فيديو حنعرضه واحنا بنحكي مع حضرتكم. هل بتشوف اهتمام الاتحاد السعودي بالدوريات، يعني مش فقط المحترفين ولكن بنحكي دوري الدرجة الأولى، دوري الدرجة الثانية، عندهم اهتمام كبير؟ طبعا أكيد أنه في اهتمام كبير. لا، في اهتمام كثير كبير بصراحة. يعني احنا شفنا يعني مع احترام الدوري السعودي وزير الرياضة في الدوري السعودي كيف خصص، هو ولي العهد محمد بن سلمان خصصوا 4 شركات، هو من أضخم وأكبر الشركات الأربعة بالسعودية، تسليمهم لأحد يعني للأندية الكبيرة، شفنا زي الاتحاد والنصر والهلال والأهلي، علما أنه نادي الأهلي كان في الدرجة الأولى يعني صعد جديد على الدوري، ولكن هو يعني بصراحة عنده جماهير كبيرة جدا، يعني عنده جماهير كثير كبيرة، فهم كثير مهتمين. حتى في الشركات اللي في الأندية اللي تحت شفنا نادي القادسية بترعاه شركة معينة، وفي أندية في الدرجة الأولى أغلبتهم يعني شركات بصراحة بترعاهم كبيرة يعني طبعاً. فهذا بيساعد على دعم كبير، وأنه بصراحة يعني بيكون في عون مع النادي أنهم يحصلوا على لاعبين محترفين على سويات عالية. ومن هون بنرجع بنحكي، بما أنه عم نحكي عن تحليل الأداء كابتن محمد، كمان نحكي أنه استقطاب الدوري السعودي لهالعدد الكبير من المحترفين وأسماء كبيرة ولامعة، عم نحكي عن كريستيانو، عم نحكي عن صفقات كمان قادمة وحديثة، حط العين عليكم أكثر بالدوري السعودي ولا لا؟ بس هذا عملكم حمل أكثر. طبعا يعني إحنا كان بصراحة تحليل الأداء مثلا صار الشغل يبدأ قبل الموسم بشهر ونص شهرين، بمرحلة الاستقطابات صار محلل الأداء هو بالاشتراك مع الجهاز الفني، مع إدارة النادي، مع اللجنة الفنية، يقيم اللاعب قبل ما يجيبه، يتابع وين كان يلعب، شو آخر أرقامه. يعني بطل الواحد يحضر فيديو ويجيب محترف، لا، صار يحضر له آخر 4-5-6 مباريات عشان يقيمه موسم كامل تقريبا. يعني فبده يتابعه أمتى بنزل مستوى، مستوى ثابت، مستوى مش ثابت. لما أنت بدك تشتغل على 7 محترفين وبدك تشتغل أيضا على اللاعب المحليين، لأنه تقريبا ما في يعني أقل فريق بيجيب من 15-16 لاعب جاهز كل موسم، فبدك تشتغل عليهم من البداية، بيكون عندك عدة خيارات. يعني الشغل ببلش قبل الموسم بشهرين، وبين الذهاب والإياب هم يعني كمان بغيروا كتير محترفين، حتى بين الذهاب والإياب ممكن يروح كل المحترفين ويجيب محترفين جداد أو نص المحترفين، فهنا الشغل راح يكون كثير كبير. بس مع ذلك عندهم برمجيات، عندهم برامج بتقدر توصل إلى الأشياء هاي كلها بشكل سلس وبشكل سهل وبشكل واضح، بس بالنهاية بصير شو الجهد اللي بتقدميه بتلاقي خلال الموسم. 100%. وهلا حسألك حضر حالك من هلا عن محلل الأداء بالأردن، بس نرجع لكابتن رشيد. أكيد إحنا اليوم بنتحدث عن عدد كبير من المدربين الأردنيين الموجودين بالخارج، سواء بالدوري السعودي، بالدوري البحريني، بالدوري بدوريات الخليج بالمعظم، جزء القطري، العراقي. هل بتشوف المدرب الأردني ماخذ حقه في هاي الدوريات ولا لا؟ يعني بيكون في له كلمته الفاصلة ولا حسب كل نادي وآخر؟ والله بصراحة شو يعني من خلال تجربتي، يعني أنا بالسعودية يعني مدربين بصراحة أسامي ومش أي مدربين يعني كمان يعني هو بالضبط يعني اللي قاعد بيصير إنه إحنا قاعدين نشوف أسامي كبير. يعني أنا بالسعودية شفت الكابتن بسام الخطيب، وشفت الكابتن عامر عقل، والكابتن إسماعيل أبو سيف، والكابتن بلال اللحام، والكابتن أنا الصبرة، والكابتن كامل جعارة، والكابتن ما شاء الله بلال أو ذكرني باسمه سليمان السلمان. فشفت عدد كبير من المدربين، فهذا بصراحة إشي يعني فخر كبير لكل المدربين الأردنيين. يعني حتى هم داعمين إلنا هناك، أنت تكون تلعب في مباراة بعد المباراة يعني أغلب الأحيان نكون مع بعض، نيجي إحنا على منطقة أي مدرب يكون منطقته يعني يجي يستقبلنا قدام المدربين السعوديين وهيك، فبصراحة بكون فخر كبير إلنا. يعني أنا في جيت على هجر الكابتن إسماعيل أبو سيف والكابتن بسام ما قصروا معي، وكذلك في نادي العروبة الكابتن كامل جعارة وسليمان السلمان، وفي الكابتن مازن عبيد برضه مدرب حراس، ففي أسماء كبيرة. يعني حتى في قطر في الكابتن ناصر حسان، صحيح، هو طبعا مسؤول في أكاديمية سباير يعني ما شاء الله، وفي الكابتن سعيد عليا مدرب حراس برضه متواجد في قطر، وعندنا أسماء زي الكابتن هيثم الشبول والكابتن في الدوري العراقي. فالحمد لله رب العالمين احنا كمدربين اردنيين قادرين ناخذ حقنا ان شاء الله باذن الله، احنا ماخذين حقنا بصراحه وبصمه. ولكن هي في شغله يعني بسيطه جدا، انه احنا بالنسبه لموضوع الوكلاء الاردنيين، يعني انا اتمنى المعنى من الوكلاء الاردنيين انه يكون في هناك تسويق عالي للمدرب الاردني. أوكي. يعني مع احترام اي مدرب اردني اي مكان قاعد بيكون موجود فيه قاعد بيعمل بصمه يعني رائعه، والكل قاعد بيكون مبسوط منه،
أنا بصراحة يعني من نفس النادي نادي العين تلقيت عرض ثاني من نفس النادي اللي أنا فيه، لولا منك عاملي بصمة يعني جيدة النادي طبعاً. ما بخاطبك وما بحكي معك. وتلقينا الحمد لله يعني عروض، عدة عروض يعني برضو من الدوري السعودي، وشبه إن شاء الله في عقد يعني بالأيام القادمة بيكون أموره منتهية. بس ولكن يعني أتمنى من يعني تسويق المدرب الأردني بكفاءة أعلى بصراحة. عندنا مدربين محليين متواجدين في الأردن بصراحة سوية عالية جدا بما يستحق، يعني بيستحقوا أنهم يكونوا موجودين في الدوري الخارجي وراح يعملوا بصمة كبيرة، ولكن هي الفرصة. إن مجرد ما جت الفرصة إنه إن شاء الله إحنا قادرين، لأنه الحمد لله جتنا الفرصة والحمد لله أثبتنا إنه إحنا قادرين نحط بصمة جيدة، والحمد لله الله وفقنا وعملنا عمل كثير رائع الحمد لله بالخارج. أمين، دائما فخورين فيكم. ولكن كابتن محمد، محلل الأداء في الأردن ولا في الخارج يؤخذ برأيه ولا ماخذين برأيه بالحالتين بكل صراحة؟ صراحة هي مش شغلة يؤخذ برأيه أو لا، صراحة إنه الدوري السعودي مجبرين كل فريق إنه يكون في محلل أداء إجباري. لكل فريق إجباري. بالأردن لسه ما صار إنه تثبت محلل الأداء إنه لازم يكون إجباري زيه زي مدرب الحراس زيه زي مساعد المدرب. لسه بلشت المنتخبات الوطنية عندنا تعتمد على محلل الأداء، يعني في محللين أداء غنيين عن التعريف، في الكابتن حامد محروس، في الكابتن مهند الحجوج، في الكابتن رأفت العلامي في نادي الوحدات، يعني كلهم نستفيد من خبراتهم. بس لسه ما صار في إجبار للأندية إنه يكون في محلل الأداء. محلل الأداء شغله كتير مهم في الفريق قبل المباراة بعد المباراة تحليل الخصم. لي يعني تفاصيل كتير أنا قادرة أخذها من محلل الأداء. بالضبط، تحليل الخصم قبل المباراة، تحليل فريقي أنا شو عمل بالمباراة. صحيح. بعدين كرة القدم الحديثة حاليا بطلت تعترف بنجوم، صارت عبارة عن واجبات، عن مراكز. عم بنشوف الفرق الإفريقية صارت تفوز على البرازيل، صارت تفوز على إسبانيا، صارت تفوز على البرتغال زي المغرب زي غانا، الفرق هاي كل زي السعودية فازت على الأرجنتين، لأنه كرة القدم صارت عبارة عن واجبات، نقاط قوة نقاط ضعيف، كيف أنا بدأ أستغلها، كيف أنا بدأ أخفف نقاط الضعيف تاعتي. ومن خلال هاي الأشياء إذا طبقتها بشكل صحيح خلال التمارين، لأنه هي مرتبطة بالتمارين وبشغل المدرب صحيح. وبالخطط، إنه أنا بعتمد على نقاط قوتي، بدي أعتمد على نقاط الضعف الموجودة عند الخصم وأستغلها، هو نصر نشوف النتائج هاي. قبل ما كنا نشوف هاي النتائج 100%. واليوم عم نتحدث يعني عن ممكن يكون في مشاكل وهموم عندكم. مشاكل وهموم؟ والله في مشاكل وهموم، المكان موجود المشاكل أكبرها يعني في السعودية، يعني كانت خارجا يعني خارجيا. يعني شوف احنا الوضع المادي كان يعني بالأردن بصراحة، يعني احنا ما نروح دائما نشكي من الوضع المادي الحمد لله. حتى الوضع المادي في السعودية كمان احنا شوي عانينا منه بصراحة، يعني حتى احنا روحنا من السعودية كان في إنا يعني بصراحة مستحقات يعني على النادي اللي احنا كنا متواجدين فيه نادي العين، ولكن هو يعني للأمانة كانت في أمور بتغطي، يعني زي احنا كنا نحصل على مكافآت في المباريات كانت بصراحة تغني عن موضوع الرواتب. فالحمد لله رب العالمين، يعني كهموم كأشي يعني ما في عندك هم أكبر من تغربك من بلدك ومن عيلتك من بين عيلتك، فكان هذا أكبر هم بصراحة إنه، ولكن باقي المشاكل بتنحل دائما الحمد لله. تجربة تكرر إن شاء الله بإذن الله قريبا، بإذن الله إن شاء الله تجربة في روحة بإذن الله إن شاء الله قريبا. في وين ولا ما في وين هلا؟ والله ما في وين مش مجال نحكي وين كابتن. في هموم في هلا، الهم هو الغربة طبعا الواحد. انتوا رحتوا وجبتوا الشتاء على السعوديه؟ بالضبط، ما شفناش صارت شتاء اكثر من الاردن، هربت من الشتاء من الاردن لقيت الشتاء هنا بالسعوديه. هي الغربه، الواحد كثير مبسوط بيكون بين اهله بين ناس وبالاردن يعني بلدنا بالنهايه، ما بحس حاله الواحد مرتاح الا في بيته في بلده. الغربه غلبتنا شوي، بس اللي هون علينا كنت انا والكابتن رشيد، اجا مهند خير الله، عبد الله الفخوري، مجد العطار. احنا الاردنيين بشكل عام يعني كتير قريبين من بعض في صحيح. الغربة دائما، مش بس يعني بمجال الرياضة، احنا كلنا صح. كشعب أردني قريبين من بعض في الغربة، بنحب بعض بنساعد بعض، وبالنهاية يعني تجربة كانت حلوة وإن شاء الله التجربة بتتكرر قريب. طيب. كابتن يعني بما أنه عم نحكي عن مهند خير الله، مجدي العطار، وعبد الله الفخوري، كيف شفت أدائهم بالدوري السعودي؟ للأمانة كل الأرقام، يعني اللي بيشوف الأرقام اللي كانت مع نادي العين بيعرف إنهم كانوا علامة فارقة بنادي العين. يعني نادي العين كان مرحلة الذهاب معه 7 نقاط، أنهى الدوري ب 39 نقطة، مرحلة الإياب 32 نقطة. إذا بترجع إلى الأهداف يعني إذا بترجع إلى الأهداف اللي تلقاها الفريق في مرحلة الإياب كانت أقل بكثير. عدد المباريات اللي طلع فيها عبد الله الفخوري كلين شيت مع مهند خير الله كونه قلب دفاع. هاي كلها الأرقام بتحكي إنهم أدوا أداء كويس، أدوا نص موسم كتير ممتاز،
يعني عملوا الفارق مع نادي العين، حتى الكابتن مجد العطار عمل مجهود، عمل فارق مع نادي العين، والكل أشاد في أدائهم في هاي الفترة. تتوقع يكملوا ولا يرجعوا؟ والله ما هم عم صراحة عم بيستنوا، يعني ما بعرف أنا، يعني الأمور الشخصية هاي ما بتدخل فيها، ما ليش دخل مجد. بالضبط. مجد على ما أعتقد هو وقع مع نادي بحريني، على ما أعتقد أنه تقريبا أموره انتهت. ومهند بصراحة في يعني كثير كلام على مهند، وخاصة على عبد الله الفخوري، يعني في كلام كثير صحيح. كبير بالسعودية، وأكثر من نادي يعني قدم عرض لعبد الله الفخوري. أنا كمدرب حراس بالسعودية تم التواصل معي مع أكثر من نادي على عبد الله الفخوري. بتعرف المدربين دائما بحبوا، أو كإدارة بيسألوا المدرب المتواجد معهم، كان هو مدرب أردني أو غير الأردني. فالمدربين السعوديين بتواصل مع رئيس نادي معيش، ففي عروض إن شاء الله أنها جاية لهم. ومع إنه أنا حابب إنه عبد الله الفخوري يضل وحداتي، يضل بالأردن ويضل وحداتي إن شاء الله. مدرب الحراس طبعا دائما في هيك كم من حارس بضلهم براسه، سواء بالدوري المحلي ولا برا ولا هيك، يعني مين في هيك حارس تتوقع انه يكون في له مستقبل كتير كبير قادم مع المنتخب؟ شوفي بصراحه بالدوري المحلي، الدوري المحلي اكيد، انا بدي احكي عن الدوري المحلي، بدي احكي عن الحراس الاردنيين. انا عملت في نادي الوحدات مده 11 سنه مدرب للفئات العمريه، صحيح، وكان هناك الحمد لله رب العالمين، يعني كان من ابرز الحراس اللي صعب على الساحه الحمد لله. وانا كثير مبسوط لما قاعد بشوف يعني بصراحه شو انت زرعتي، بتشوفي شو الحمد لله الحصيده تاعتي. كان عبد الله الفخوري من ضمن الفئات العمريه، ومتواجد معي من فئه سن 16، واستمر معي لمده 5 سنوات في الفئات العمريه، وتدرج فيها في كل المنتخبات الوطنيه. كان الحارس مراد الفلوجي برضه متدرج معي، واتمنى من الجماهير الأردنية، هو حاليا طبعا أساسي مع النادي يعني الوحدات، فهو أنا أتمنى من الجماهير الأردنية الصبر، بس الصبر على حارس المرمى. شفنا مراد الفلوجي أول مباراة لعبها كل الجماهير تتغنى فيه، ثاني مباراة شفنا شوية انتقادات، حارس المرمى مركز حساس، حارس المرمى ما في مجال للخطأ نهائيا، قياد هو الوحيد الخطأ وما بتعوض، فلذلك لازم الدعم يكون متواجد له. أنا بتمنى يعني، أنا يعني بصراحة قاعد بشوف إنه حراس مرمى بالأردن قاعدين بكونوا دائما هم العلامة الفارقة، من المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي ومنتخب الشباب حتى المنتخبات، في حراس مرمى واعدين بصراحة يعني راح يكون مستقبل الأردن بخير بالنسبة لحراس المرمى. بس إحنا بدنا نشوف الصبر بالنسبة للحراس الصغار. يزيد أبو ليلى قاعد بأدي أداءات كثير ممتازة، أنا كنت كثير مبسوط من يزيد أبو ليلى حتى في السعودية، هو كان محترف في نادي صحيح. الجبلين، وكان قريب أظن كثير أظن حيكمل كمان، يزيد جدد العقد مع نادي الجبلين، لأنه يزيد أدى أداء كثير رائع بصراحة. ويعني بصراحة ما بتوقع أنه يزيد يرجع للأردن بعد ما مشت الأمور عنده هناك. عبد الله أدى أداء كثير كبير، شايفين جايين على الساحة إحنا في حراس كثير كبير، مراد الفلوجي، وفي سيف انصراق برضو حارس من نادي الوحدات مواليد 2003، في محمد الطرايرة، كلهم حراس منتخبات وطنية. وكذلك الأمر شايفين احنا في حراس بالفيصلي قاعدين بيعملوا بشغل كويس، نور شغال كثير كويس بنادي الفيصلي، عبد الله نور بني عطية الزعبي قاعد بيشتغل كثير كويس في نادي الحسين توتا. فاحنا بصراحة شايفين يعني مستقبل حراس المرمى هو مستقبل واعد، ولكن يعني بدنا شوية صبر بالنسبة للحراس الصغار فقط يعني. وإحنا إن شاء الله حراستنا بخير لمنتخبنا الوطني من بعد. بتمنى أنتوا تضلوا بخير دائما، ونسمع كل أخباركم كمان. كلمة أخيرة منك كابتن. والله شكرا على هالاستضافة، وإن شاء الله دائما إحنا بدنا نكون خير سفير للكرة الأردنية إن شاء الله في السعودية، في أي بلد بنروح إن شاء الله نثبت إنه المدرب الأردني على قدر المسؤولية بيقدر ينحط فيه الثقة، وبنثبت انه الاتحاد الاردني لكره القدم عم بيشتغل شغل كثير كويس بخصوص الدورات، بخصوص تطوير المدربين، ونثبت انه الانديه زي نادي الوحدات اللي له فضل كبير علينا، نادي الفيصلي، كل الانديه انه عم بتقدر تخرج لاعبين محترفين ومدربين محترفين، وان شاء الله خير. ان شاء الله خير. انا كلمه اخيره بدي احكيها قبل ما اقدم الشكر لكم، انا بشكر الكابتن جوميز بصراحه، يعني شوف كيف اعطاء المدرب الاجنبي الاوروبي العقليه الاحترافيه اللي عنده، كيف اجى استمر مع الوحدات لمده 5-6 شهور، شاف كادر يعمل بامانه وبكل اخلاص، هو ظل ملتزم مع هذا الكادر بصراحه، ورافق الكادر معاه يعني الحمد لله رب العالمين، يعني احنا مش كادر من البدايه من 6 شهور، فهو شاف كيف عقليه الفكره الاحترافيه وظل متمسك فينا حتى في عقد جديد، ظل متمسك في كادره، فانا بقدم له الشكر عبر قناه الاردنيه. مجال تحيات ما اشتقنا له يعني ان شاء الله يا رب، هو قريبا راح يجي على الاردن زياره ان شاء الله. وشكر خاص لك ست ميزون، شكرا على التلفزيون الاردني، شكرا. نحب دائما نسمع كل اخباركم، وانتم خير سفير لنا، ودائما فخورين فيكم وين ما كنتوا.